زيد محمد عبد الرحمن السلاطين. لعبتي كيوكشن كاراتيه، عمري 10 سنوات. بداية دخولي اللعبة أبوي كان يقول لي لأن اللعبة وكان يلعبها من قبل، فهو حفزني لنادشها. لما تطق بوكس على بطن وتعور اللاعب اللي ضدك تفوز تاخذ يبون. بالنسبة للألعاب الثانية هي لعبة سباحة وكرة، اللي استفدت من هاللعبة لأن فيها قوة وتحمل ودفاع عن النفس وفي منافسة. البطولة اللي ما أنساها هي بطولة في كازاخستان، بطولة آسيا وأوروبا. لعبت 5 نزالات وفزت فيهم كلهم بضربة غاضية. جدولي اليومي أخلص المدرسة أرد أتقدى بعدين أتمرن وأدرس بعدين أنام بعدين لما أقوم أتمرن. بالنسبة للرياضة والدراسة أنا قادر أني أوفق بينهم. بالنسبة للإصابات عشان تفادى هذه الإصابات أسخن وأتمرن. شلون أعرف نقاط ضعفه؟ عشان أضطقيته وتعور أعرف أن هذه نقطة ضعفة. بالنسبة للتمارين الصعبة ما عندي شيء صعب الحمد لله. النقطة الضعف اللي أحاول أطورها باللعبة لأني أقوي ريولي. بالنسبة للمعسكرات والبطولات في معسكر بالكويت، البطولات اللي شاركت فيهم هي 3 بطولات بالكويت وواحدة خارجية بكازاخستان، كلهم جبت فيهم ميدالية ذهبية. البطولة اللي برا هذه كانت بطولة كازاخستان، بطولة آسيا وأوروبا. كابتن شان عبد الله معتوق يهتم فينا ويركز بالتمرين، وأبوي كان يدربني يوديني النادي يجيبني النادي. طموحي باللعبة إني أوصل بطل العالم. هذه الميدالية فزت فيها بطولة آسيا وأوروبا بكازاخستان، وهذا الكأس أهم من فزت فيه بطولة آسيا وأوروبا بكازاخستان. عشان أكون لاعب ناجح أكون حاب اللعبة والتزم بالتمرين. نصيحة اللي أقدمها للي يقعدون بالبيت ويلعبون أشياء مفيدة، خلي يدور لهم أي رياضة هم يحبونها، لأن الرياضة تقوي العقل والجسم. السلام عليكم، اسمي فارس بدر الحشاش وانا العب لعبة الكيوكشن كاراتيه والعب فئة الناشئين. بلشت اللعبة وانا عمري 4 سنين والحين عمري 14 سنة. ابوي والله دخلني اياه والحمد لله كملت فيها. لعبت سباحة والعب قوة وطلعت منهم من ابوي ودخلني كيوكشن. سبب استمراري ابوي واهلي. شاركت بوايد بطولات داخل الكويت وواحدة برا. الحمد لله خذيت بطولة اتحاد بالكويت وخذيت بطولة إليت فايت هم بالكويت الأول، وخذيت بطولة كل المنظمات بالكويت هم الأول، وهذه فزت الحمد لله بطولة المحترفين بالكويت. شاركت معسكر بالكويت باللجنة الأولمبية. حسيت الفرق إن الاحتكاك مع اللاعبين غير. الفرق بين المعسكر والنادي إن المعسكر تمارين مكثفة والساعات زيادة عن النادي. أتمرن 3 أيام بالأسبوع وساعتين بكل يوم. الضغط بالنسبة لي أصعب تمرين يعني واجهته. أشر الإصابات باللعب إن كثرة الكدمات والرضات. اللاعب يتفادى الإصابات بالتسخين والدفاع وأسمع كلام الكابتن. عشان أكون لاعب ناجح وأثبت روحي بالفريق أني ما أقطعت التمرين وأعطي روحي بالتمرين. قدرت أوازن بين النادي والدراسة أني أتمرن ساعة وأرد أكمل دراسة. قدوتي كابتن عبد الله المعتوق، من أكثر اللاعبين اللي أحب أتمرن معهم حسن وحسين الأشكناني ومشاري العوضي وعلي الكندري. طموحي أني أخذ الأول على العالم إن شاء الله.
المدربين اللي تطوروا من مستواي كابتن عبد الله معتوق، من اللي شجعني ابوي واهلي وربعي كلاعب ناقصني انا انه يكون في اتحاد. انصح الشباب اللي بعمري انه يتمرنون ويدشون اي رياضه تعجبهم. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معك اللاعب مشاري محمد الانصاري، لاعب نادي كاظمه لكره الطائره، الفئه تحت 15 سنه، صار لي 4 سنين من 2017. اول شيء انا كنت بالمدرسه، كانت في الكشافه الانديه، فدخل علينا مدرب نادي كاظمه وخذاني انا وكم واحد معاي بالفصل. لعبت لعبات ثانيه مثل السباحه وبس ما استمريت فيها لان انا كنت احب اللعبه الجماعيه، فلعبه الطائره كانت لعبه جماعيه والسباحة لعبة فردية وأنا أحب الجماعية أكثر. شاركت ببطولة دوري تحت 11 سنة، تحت 13 سنة وإن شاء الله الموسم مع 15 سنة حققنا المركز الأول 2021 بدوري تحت 15 سنة، وتحت 13 حققنا المركز الرابع. شاركت بمعسكر داخلي ب 2021. بالنسبة لي المعسكر في يعني زيادة حصص التدريب وزيادة اللياقة، زيادة اللياقة البدنية للاعب، والمعسكر زيادة الحصص التدريبية وزيادة اللياقة البدنية عند اللاعب ويخلي اللاعبين أكثر تفاهم داخل الملعب. أول شيء تدريباتي مع النادي، أول شيء أول ما ندش نسخن، بعدين نلعب أصابع استقبال، بعدين كابتن يخلينا نسوي تقسيمة فريق 15 ضد فريق 17 سنة ونلعب ونشوف مستوانا إذا كان زين أو لا. أشهر الإصابات مثل الأنكل والإيد إذا انكسرت، وإذا اللاعب يبي يتفاداها لازم يسخن عدل قبل التدريب أو قبل المباراة. في تدريبات خاصة المدرب يسويها حق كل لاعب ومركزه، مثل الرفاع في له تدريب خاص، الشويت له تدريب خاص، والاستقبال في له تدريب خاص. أثبت نفسي بالفريق عن طريق التمرين، وما يعني تضحك بالتمرين وتغش، ما خلاص وقت التمرين جد. لا الحمد لله ما أثر علي، لأن أول ما أرجع من المدرسة أدرس، ولما بعدين أروح النادي، ولما أرجع أدرس. الدراسة أول بأول مخليها، بعدين النادي، أول شيء الدراسة بعدين النادي. قدوتي بهاللعبة اللاعب عبد الرحمن المطوع، لاعب نادي كاظمة ومنتخب الوطن الكويتي. أكثر ناس أنا أتفاهم وياهم بالملعب كابتن راشد العروج والكابتن محمد دوخي. والله طموحي اني ودي العب بمنتخب الكويت وامثل منتخب الكويت واحقق انجازات. الاداريين لهم فضل كبير علي، مثل كابتن فرج وكابتن علاء وكابتن مشعل، يعني داعميني اول باول، مو مخلين علي ولا شيء، يعني هم اللي يشجعوني. المدربين اللي ما انسى لهم فضل كبير علي، مثل كابتن هشام وكابتن عبد الرحمن وكابتن محمد مبروك وكابتن جمال. اللي شجعني ويدعمني طبعا الوالد الله يعطيه العافيه. احتاج الدعم المادي والمعنوي. الدعم المعنوي مثل الاهتمام الزايد للعبة كرة الطائرة، لأن الاهتمام كله صار على لعبة كرة القدم، وزيادة عدد الأندية وزيادة التمارين وزيادة المعسكرات الداخلية مو الخارجية. أنصح اللاعبين اللي بعمري أنهم يستثمرون وقتهم بالرياضة، لأن الرياضة حيل زينة، يعني تلهيك عن أشياء وايد.